بعد قصف التابعين إدانة أممية وعربية ومطالب بمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية في قطاع غزة. صحيفة إسرائيلية تقول إن حزب الله يعيد دراسة طبيعة رده بعد تعبئة القوات الأمريكية في المنطقة. معارك عنيفة في الفاشر بين الجيش السوداني والدعم السريع. ترامب يتعهد بفتح هرس في المناظرة المقبلة، والأخيرة تتهمه بعدم الاكتراث بحل مشكلة الهجرة. ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الإخبارية من الحدث. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، قالت إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في مدرسة تلو الأخرى في قطاع غزة. ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة أن تكون التحقيقات المستقلة والشفافة والمساءلة جزءا من الطريق إلى السلام. أدانت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أدانت الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. وأكدت السعودية ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والإنساني. واستنكر البيان تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات. تعليقا على قصف الجيش الإسرائيلي مدنيين عزل ونازحين في مدرسة التابعين في غزة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه أن قتل الفلسطينيين يظهر افتقار إسرائيل للإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة. وقالت حركة حماس في بيان لها إن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا في قصف مدرسة التابعين شرق غزة، وأضافت أن القصف يشكل تصعيدا إسرائيليا خطيرا. حماس قالت إن إسرائيل ماضية فيما سمتها حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، متهمة إياها باختلاق الذرائع لاستهداف المدنيين والمدارس وخيام النازحين. وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن الموقع الذي قصفه قرب مدرسة التابعين شرق غزة يستخدمه قياديون كبار في حركة حماس، واتهم الجيش حماس بالمبالغة في عدد القتلى الذين سقطوا في القصف، موضحا أن حوالي 20 شخصا من مقاتلي حماس والجهاد كانوا يعملون في المدرسة التي قصفت في غزة. وطلب الجيش للتدقيق أكثر في حادثة المدرسة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الحذر بالمعلومات التي تقوم بنشرها حماس. من داخل المستشفى الأهل العربي المعروف بمستشفى المعمداني، هنا في هذا المكان تم نقل أعداد كبيرة من الضحايا ومن الجرحى والمصابين من داخل مدرسة التابعين الشرعية التي تقع في مربع الصحابة في قلب مدينة غزة. هذا المكان، هذه المدرسة التي تؤوي الآلاف من النازحين، تعرضت إلى 3 صواريخ من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ومن المصابين. أحد الصواريخ استهدف بشكل مباشر المصلى، العشرات من المواطنين الذين كانوا في هذا المصلى يهمون لأداء صلاة الفجر، لكن الصواريخ الإسرائيلية باغتتهم وأدى ذلك إلى احتراق المكان واحتراق أجساد وجثامين المواطنين في هذا المكان. وكل ذلك يأتي في ظل احتواء هذا المكان لعدد كبير من النازحين، أكثر من 4000 مواطن تضمهم مدرسة التابعين الشرعية في منطقة الصحابة. هذا المكان الذي لجأ إليه المواطنون علّه يكون آمناً وأن يحتموا به، وغالبيتهم من الأحياء المختلفة من مدينة غزة كحي الزيتون والشجاعية والدرج والتفاح، وأيضاً من الأطراف الشمالية من مدينة غزة كحي النصر وحي الشيخ رضوان، جاءوا إلى هذا المكان طلباً للحماية، ولكن
صواريخ الاحتلال الإسرائيلي باغتتهم، وأدى ذلك إلى سقوط هذا العدد الكبير من المواطنين والذين تقطعت أشلاؤهم واحترقت أجسادهم وتم نقلهم إلى هذا المكان إلى مستشفى المعمداني. لقناتي العربية والحدث، خطر الزعنون، غزة. صحينا تقريبا قبل الفجر على صوت ضربة وانفجارين ضخمين، وتوجعنا المكان لقينا أشلاء مدنيين، ناس بتصلي قاعدة في أمان الله، أطفال وشهداء مرميين لقيناهم في الشوارع. هذه مدرسة تابعة للنازحين، مدرسة شرعية ولا إلها في أي تفصيل ولا إلها في أي شيء، وكل الشهداء الآن مدنيين، ما في حد يعني ولا عسكر ولا مقاوم ولا إيش. ناس مشردة من دفة لدفة، ناس مشردة، مش مكان آمن ولا مكان آمن. مش انا جانا حظا واحنا في النازحين قالوا دور ما تقعين، جيت اشوف فما فيش، جيت ما فيش جثث حتى تتامل تطلع تعرف هذا مين وهذا مين، وهذه اشلاء تتناصر. هذول اللي انضربوا نازحين في مجلس الاستواء، يعني ما ايش ذنبهم هذول، ايش ذنبهم، ايش عملوا، ايش سووا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الناس امنين، نساء اطفال شباب، يعني بيصلوا صلاه الفجر عال زي الناس، ما لقوا سبحان الله على الخمسه الا لو بنزل عليهم الصوت الاول، ويمكن اكثر عيب مسويه. يعني اطفال اشلاء، اطفال مقطعه، نساء محروقه، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ايش بدنا نعمل، ايش طالع فيه؟ يعني الناس الحمد لله يعني في معظمهم في المتوضى بتوضوا، هذول اصابات، لكن اللي داخل المسجد ولا واحد نجا، حتى المسجد فوقيه يعني طابق نساء، يعني نايمين امنين اطفال نساء. ذكرت مصادر فلسطينية للحدث أن الغارة الإسرائيلية على حي الدرج في مدينة غزة أدت لمقتل القيادي بحماس أحمد الحتة وكيل وزارة العدل بالحركة، والقيادي في داخلية حماس أحمد عطالله الملقب بالملة، وكذلك رئيس أوقاف حماس في غزة محمد أبو سعدة. من رام الله ينضم إلينا الكاتب السياسي خليل شاهين، أهلا ومرحبا بك معنا سيد خليل. هل ما حدث اليوم وقبل هذا الحادث هناك العديد من الاستهدافات مشابهة مشابهة لهذا الاستهداف، الإدانات الأممية والدولية اليوم لما يحدث والمطالبة بأن يتم إيقاف إسرائيل عما تقوم به، هل بالفعل كاف لردع إسرائيل أو إيقافها؟ نعم صحيح، يعني استهدافات متكررة تشير إلى أن هناك نمط جديد ويتوسع أكثر فأكثر. اليوم فجرا جرى استهداف مدرسة التابعين وارتكاب مجزرات ترقى إلى مستوى الإبادة. يوم أمس أيضا جرى استهداف مدرستين وفي نفس الأماكن تقريبا، أين في داخل نطاق مدينة قطاع غزة، وقبلها وقبلها نحن نتحدث عن استهدافات لمراكز الإيواء تتجاوز 175 مركز، أغلبها مدارس وتضم عشرات الآلاف من النازحين. ولذلك فإن مستوى الشج والإدانة الذي يعني تحظى به مثل هذه الجرائم بالتأكيد أنه غير كافي لوقفها، وبالتأكيد أكثر أنه غير كافي لوقف اندفاع إسرائيل لتحقيق أهدافها غير المعلنة رسميا، ولكن التي نسمعها على لسان تصريحات غير رسمية أحيانا، على لسان مراكز يعني أبحاث، وتشير لأن الهدف من كل ما تقوم به إسرائيل ليس فقط من عمليات ارتكاب المجازر، بل وكذلك من حرب التجويع، وكذلك ترك النفايات يعني يعني تنشر الجراثيم والفيروسات، منع إدخال اللقاحات لمعالجة انتشار فيروسات مثل فيروس شلل الأطفال. كل ذلك يشير إلى أن هذه الإبادة الجماعية تهدف عمليا إلى محاولة إخلاء مدينة غزة وشمال قطاع غزة من سكانها وإجبارهم على النزوح إلى منطقة يعني جنوب وادي قطاع غزة. هذا الهدف يترافق أيضا مع يعني اجتماعات تعقد، فعاليات، مؤتمرات، حملات جمع تبرعات لإعادة إنشاء المستوطنات في منطقة شمال قطاع غزة. الخارجية المصرية ربطت بشكل ما يحدث في غزة وهذا للاستهداف تحديدا بافتقار إسرائيل وفقا للوصف للإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة. هل فعليا اليوم هذا التصعيد وهذا الحادث يندرج في هذا الإطار بأنه هي ذاهبة ومستمرة ولا تريد أي عملية تفاوضية
تفضي إلى وقف القتال؟ المكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سارع وعلى الفور بعد صدور البيان الرئاسي الثلاثي عن الولايات المتحدة مصر وقطر بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى إصدار بيان أعلن فيه أن نتنياهو سوف يرسل وفدا إلى القاهرة يوم الخميس، ولكن ما الذي فعله على أرض الواقع هو عمقار فالعملية اغتيال جديدة عند مخيم عين الحلوة على المدخل الجنوبي لمدينة صيدا، نفذ يوم أمس مجزرتين واليوم مجزرة فجرا مجزرة مدرسة يعني التابعين. السلوك على الأرض ميدانيا يشير إلى أن نتنياهو يفشل أي محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وعملية تبادل أسرى. هذا الاتهام وجه إليه صراحة هذا اليوم على لسان المتحدثين باسم عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الذين قالوا بأن تنفيذ هذه المجزرة فجر اليوم في مدينة غزة يشير إلى أن نتنياهو معني بإفشال كل الجهود التي تبذل. في المقابل لا أعتقد أن الولايات المتحدة تبذل ما يكفي من ضغط على حكومة نتنياهو. يوم أمس سمعنا تصريحات تدين وزير المال المتطرف سموتريتش باعتباره طرفا يحاول أن يخرب الجهود، لكن في واقع الحال ليس سموتريتش هو من يقرر، من يقرر هو نتنياهو. طيب يا سيد خليل، لو كان فعليا في ظل هذه الإدانات والأصوات الربما متشابهة لإدانة إسرائيل، لو كانت هناك فعلا إدانة حقيقية رافضة من الولايات المتحدة، لما كان المشهد تغير كونها هي الوحيدة التي تؤثر وتضغط حقيقة على إسرائيل؟ يعني هذا ما ذكرته، يعني بدلا من تركيز الهجمات والشجب على سموتريتش يجب أن تتوجه إلى نتنياهو، فهو الذي يستطيع أن يتخذ القرار المطلوب بشأن الاندفاع أو على الأقل تسهيل. ما الجدوى من كون وسيط وتخطيط لأن تحدث تغيرا في المشهد في غزة وفي الوقت نفسه لا تمارس الضغط الكافي واللازم على إسرائيل لأن توقف هذه المجازر التي تحدث في غزة؟ يعني هناك رغبة أكيدة وصادقة لدى كل من مصر وقطر بما لا شك فيه، أتحدث عن الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة عمليا أعتقد أن استمرار أن العمل وفق المقاربة التي سادت على الأقل منذ بداية ديسمبر الماضي أي ما بعد التوصل إلى العملية الوحيدة لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار مؤقت، منذ ذلك الوقت الولايات المتحدة عمليا توفر الغطاء السياسي الذي يشجع نتنياهو على الاستمرار يعني في تعطيل العملية التفاوضية، بل استخدام المفاوضات للغطاء من أجل استمرار الحرب وليس يعني العكس. لذلك المطلوب عمليا هو تغيير المقاربة، وآمل أن يعني تدفع يعني القاهرة وقطر باتجاه تغيير المقاربة للانتقال إلى وسائل يعني ضغط، على سبيل المثال بدلا من الحديث عن إمكانية طرح مقترح على لسان مسؤولين أمريكيين وليس في البيان الذي صدر، طرح مقترح جديد يتضمن آليات يمكن يعني اتخاذ موقف من الوسطاء يقول بضرورة وقف إطلاق النار تطبيقا لقرار محكمة العدل الدولية وكذلك قرار مجلس الأمن، ومن ثم يمكن التفاوض على التفاصيل المتعلقة يعني بكل القضايا والملفات المطروحة. لكن وقف هذه المجازر التي ترتكب بات أمرا غير محتمل، وحتى بعض المسؤولين الأمريكيين على أعلى مستوى يقولون بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله الكاتب السياسي خليل شاهين، شكرا. كشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن اجتماع ستعقده حكومة نتنياهو الخميس المقبل، وذلك لتحديد صلاحيات الوفد المفاوض في الاجتماع الذي دعت له الدول الوسيطة، فيما اتهم قادة عسكريون نتنياهو بتعريض أمن إسرائيل للخطر. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات وصفه اجتماع نتنياهو المرتقب يوم الخميس المقبل بأنه اجتماع الفرصة الأخيرة. وكشف المصدر للهيئة مطالب تعلنها إسرائيل لأول مرة، منها إبقاء سيطرتها على محور فيلادلفيا والتأكيد على غياب حماس في معبر رفح، إضافة إلى المطالبة بزيادة عدد الرهائن الأحياء الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم إلى الحد الأقصى. كما تطالب إسرائيل بحسب المصدر الاحتفاظ بالحق في اتخاذ القرار بشأن الأسرى المدرجين ضمن الفئة الإنسانية وبالحق في طرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة خارج القطاع. وبحسب المصدر الإسرائيلي
فإنه في حال تجاوز الخلافات سيكون بدء تنفيذ الاتفاق خلال أيام بعد اجتماع الخميس، مضيفا أنه من المتوقع أن يقود رئيس الموساد ديفيد برنيع الوفد الإسرائيلي. أكدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس أنها تعمل على مدار الساعة مع الرئيس جو بايدن للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين. Now is the time to get a ceasefire deal and get the hostage deal done. Now is the time. And the president and I are working around the clock every day to get that ceasefire deal done and bring the hostages home. So I respect your voices, but we are here to now talk about this race in 2024. قالت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي حدث تقديراته عن رد حزب الله على اغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية، واعتبر أن الحزب بدأ إعادة دراسة طبيعة الرد. وأشارت الصحيفة إلى أن تعبئة القوات الأمريكية في المنطقة من بين الأسباب التي دفعت حزب الله إلى إعادة دراسة طبيعة رده على اغتيال شكر. شو بدي أقول لك؟ خطاب شو لك يا خيي؟ شو النتيجة يعني؟ شو مش خطاب إيجابي، مش خطاب ل ل ل لبناء وطن، هذا خطاب لخراب وطن. شو بدي أقول لك غير هيك يعني؟ خطاب نصر الله ما ببشر بالخير للبلد، ورايحين على دمار شامل. أن نحن شايفين ما في ازدهار للبلد، ما بيوافق كل اللبنانية. هي أول شغلة. تاني شغلة ما بعرف للحرب، ما بعرف إن شاء الله لا، بس بهالبلد وبهالمنطقة ما بتعرف شيء. هذا الموجودين فيه نحن هلا أقوى من الحرب، جوع وفقر وتعطير. من جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. أهلا ومرحبا بك معنا ناهد، ما الذي من الممكن أن تجمليه لنا لهذا اليوم؟ بداية، رشا، هذا اليوم أهدأ بكثير من الأيام التي سبقت. خفت الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كما حتى عمليات حزب الله التي خلال الأيام السابقة شهدنا إطلاق صليات كثيرة من الصواريخ باتجاه مستعمرات إسرائيلية. اليوم كان هناك فقط 5 عمليات، 4 منها كانت بسلسلة العمليات التي عادة ما يقوم بها حزب الله على مواقع منتشرة بالشريط على الشريط الحدودي. 1 منها فقط كانت تعتبر أهم أو ربما جديدة نوعا ما عن بقية العمليات، وهي استهدافه مستعمرة إيلون بصواريخ الكاتيوشا. هي جاءت ردا على الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان. اليوم كانت إسرائيل أغارت لمرتين على بلدة مجد السلم، أدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح، بالإضافة إلى غارة على بلدة طير حرفة مع قصف مدفعي متقطع على عدد من البلدات الحدودية. رشا، هذا هو مجمل ما شهدته الجبهة الجنوبية اليوم، كما قلنا على عكس طبعا الأيام السابقة، وخصوصا يوم أمس مع الغارات المكثفة والتي أدت صباح يوم أمس إلى مقتل عنصرين من حزب الله، وفي ساعات المساء استهداف قيادي في أو مسؤول عسكري في حركة حماس في مدينة صيدا، مقابل عمليات كثيرة إن كان بالمسيرات بصواريخ متنوعة من فلق وكاتيوشا باتجاه ثكنات ومستوطنات إسرائيلية. اليوم طبعا هذا المشهد تغير عن الأيام السابقة، ولكن طبيعة الحال الترقب سيد الموقف لما ستحمله الساعات المقبلة مع استمرار انتظار الرد من قبل حزب الله على استهداف القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية قبل 10 أيام. لذلك لا يزال مشهد الترقب هو مسيطر على لبنان، مع الإشارة أيضا رشا إلى أنه منذ حوالي نصف ساعة خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق العاصمة بيروت ومناطق صيدا والزهراني و المناطق الجنوبية في مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي، وذلك لترويع اللبنانيين. أما هنا فمنذ ساعات الصباح ينفذ الطيران الحربي طلعات جوية بين الحين والآخر.
شكرا جزيلا لك من جنوب لبنان، كنت معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف. شكرا ناهد. ومن بيروت ينضم إلينا العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري، أهلا ومرحبا بك معنا سيد سعيد. وفقا لصحيفة الإسرائيلية فإنه الحزب ربما يعيد التفكير في الآلية التي سيرد فيها وطبيعة الرد على إسرائيل، وأعاد ذلك إلى سبب الوجود العسكري الأمريكي والتحرك في هذا السياق. هل فعليا من الممكن أن يكون هذا سببا؟ وعندما فكر في البداية حزب الله في الرد، ألم يكن بالحسبان وجود أمريكي مساند لإسرائيل؟ كيف تقرأ هذه الفرضية من قبل الصحافة الإسرائيلية؟ مساء الخير ست رشا، مساء الخير للمشاهدين. إن الحشود العسكرية الأمريكية في المتوسط والبحر الأحمر ليست موجهة تحديداً إلى حزب الله، إنما هي موجهة إلى إيران، هذا أولاً. ثانياً، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستهدف لبنان ولا أي هدف في لبنان، هذه ثابتتان علينا أن نعرفهما. إنما يحدد طبيعة الرد الذي سيكون به حزب الله انتقاما لمقتل المسؤول العسكري الأول لديه فؤاد شكر هو الخطوط الحمراء الإيرانية التي ستحدد له ما هو طبيعة الرد الذي سيكون به، ما هو مطلوب من حزب الله، لأن حزب الله لن يورط إيران بأي رد ممكن أن يفجر المنطقة وممكن أن يوسع الحرب، لأن إيران لا تزال حتى الساعة لا تريد توسعة الحرب. وطبعا إيران تنظر إلى الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة وهي تتهيب ذلك، لأن الحشد العسكري الأمريكي سيقوم بالدفاع عن إسرائيل، سيقوم بالدفاع عن القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، ولن يسمح بتفلت الأمور إلى حرب كبيرة. جئت على ذكر نعم. فإن ما يطلبه لذلك فإن ما يحدد الرد حزب الله، ولا أحد يعرف ماذا كان ينوي حزب الله القيام به حتى نقول أنه الآن يغير. إذا أنت تخالف هذه القراءة التي وردت في الصحيفة الإسرائيلية، اسمح لي فقط على المقاطعة سيد سعيد، جئت على ذكر أنه ما يحدد الخطوط الحمر وطبيعة الأهداف بالنسبة للحزب حزب الله هي إيران. اليوم كان هناك تصريحات من الجانب الإيراني أو بعض ربما القراءات بأنه قد يكون الرد وفقا لبازشكيان يقتصر على بعض المقرات للموساد، بعض القيادات، وهذا ما لا يريده الحرس الثوري. والسؤال هو هل من الممكن أيضا أن يكون الرد بالنسبة لحزب الله أيضا من هذا الشكل وبهذا النوعية، أن يكون انتقائي لبعض المقرات المهمة بالنسبة لإسرائيل، لبعض القيادات، لبعض الدبلوماسيين؟ ما الذي من الممكن إذا ما كان فعلا الرد قد يؤخذ بإعاز من إيران؟ هذا هو المرجح، هذا هو المرجح أن يقوم حزب الله باستهداف مراكز عسكرية، فقط مراكز عسكرية أو مراكز اقتصادية أو حيوية تابعة إلى الدولة الإسرائيلية. لن يقوم باستهداف المدنيين، وهذه هي النقطة الكبيرة التي لا عودة من بعدها إن تم إيقاع عدد كبير من المدنيين بين قتيل وجريح وضحايا. ولن يستهدف أيضا حقول النفط والغاز، لأن ذلك هذه تكون نقطة اللاعودة. فإن حزب الله قد يقوم باستهداف مراكز عسكرية، وإن سقط مدنيون فيكونون أضرارا جانبية. كما من الممكن استهداف دبلوماسيين بالخارج أو مقرات دبلوماسية أو مصالح إسرائيلية، هذا من الخيارات المطروحة على الطاولة. ولكن الخط الأحمر الذي لن يقدم حزب الله عليه هو قصف قلب المدن وقلب التجمعات السكانية، لأن ذلك سيكون بالنسبة إليه خط أحمر إيراني، وهو أيضا خط أحمر من لحزب الله، لن يقدم على استهداف المدنيين. إلى أي حد تحدد رغبة إيران عدم التوسع والدخول في حرب شاملة طبيعة الرد اليوم من الجانب اللبناني وتحديدا من حزب الله؟
أن إيران هي التي تقرر، إيران هي التي تقرر ماذا سيحدث في لبنان أو في العراق أو في سوريا أو في اليمن. إيران هي الرأس الذي لديه الأزرع التي تكلف أزرعها بالقيام بالعمليات التي تنوي القيام بها. وإيران هنا لديها خوف كبير جدا 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 من استهداف برنامجها النووي، وهي تحاول أن تسابق الوقت وتنتج القنبلة النووية، وعندها تقول لكل حادث حديث. وإنما الآن هي تريد أن لا تعطي الزريعة لنتنياهو باستهداف البرنامج النووي الإيراني. إذن أنت تستبعد الذهاب إلى حرب شاملة وواسعة. شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري، شكرا جزيلا. أفاد مراسل الحدث بوقوع اشتباكات عنيفة في الفاشر شمالي دارفور صباح السبت بين الجيش السوداني وتؤازره القوات المشتركة والقوات الدعم السريع. وأوضح مراسل الحدث أن الاشتباكات أتت بعدما شنت قوات الدعم هجوما من 4 محاور محاولة التوغل داخل الفاشر، إلا أن الجيش أجبرها على التراجع بعدما قصف الطيران الحربي مواقعها في المدينة. يا نظر يا جهاد. من إقليم دارفور ينضم إلينا مراسل الحدث صالح أبو علام، أهلا ومرحبا بك معنا صالح. صالح، لا تضعنا في الأجواء اليوم، ما الذي يحدث وهذه المعارك إلى أين وصلت؟ نعم، بدأت اليوم المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر في الصباح الباكر. هذه المعارك عنيفة هذا اليوم لأنها بدأت من 4 محاور. قوات الدعم السريع لم تصدر حتى هذه اللحظة بيان بشأن الموقف العمليات داخل مدينة الفاشر. القوى المشتركة قالت بأنها تصدت للهجوم الواسع لقوات الدعم السريع ومحاولتها التوغل إلى داخل مدينة الفاشر والوصول إلى نقاط متقدمة داخل المدينة. أيضا الناطق الرسمي باسم الجيش قال بأن الجيش كبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة جراء تحركاتها الأخيرة في محاولة للدخول إلى عمق مدينة الفاشر، كل ذلك خلال اليوم. أيضا تدخل الطيران الحربي وقصف المواقع التي تتحرك فيها قوات الدعم السريع شرق وشمال مدينة الفاشر. هذه العمليات ألحقت أضرار كبيرة بالمواطنين، نداءات رأيناها اليوم من لجان المقاومة التي قالت بأن المستشفى السعودي يكتظ بالجرحى وهم في حاجة كبيرة للتبرع بالدم، هنالك قتلى سقطوا وهنالك جرحى حتى. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إقليم دارفور مراسل الحدث صالح أبو علامة، شكرا صالح. نبقى في السودان، إذ بدأت المشاورات بين وفد الحكومة السودانية ونظيره الأمريكي بمدينة جدة السعودية. وقالت مصادر الحدث إن الوفد السوداني سيناقش مع الجانب الأمريكي وفق تفويضه المحدد، سيناقش 4 قضايا تتعلق بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا في منبر جدة وأجندة مفاوضات جنيف المرتقبة، إضافة إلى الدول المراقبة للمفاوضات والدول المراقبة للاتفاق حال اكتماله. ويضم الوفد الحكومي في مدينة جدة بعض أعضاء وفد الجيش السوداني لمفاوضات جدة إلى جانب سفير السودان لدى الرياض دفع الله الحاج. قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو إن الاجتماعات النهائية تعقد في جدة لإنهاء شهور من المشاورات مع أطراف النزاع والشركاء الإقليميين، وكذلك إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السودانيين الذين طالبوا بإنهاء هذه الحرب والمجاعة. من القاهرة ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الدكتور جمال الشهيد، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور جمال. كيف تقرأ هذا التوجه وهذه التحركات في ظل ما يحكى عن ربما
بعض الصور التي باتت واضحة حتى على الصعيد والمسارين السياسي والحزبي في وما يجري في أديس أبابا؟ شكرا جزيلا استاذ رشا. مرحبا بك وبمشاهدي قناة الحدث. في الواقع عن المشهد السوداني يثير وفقا لما مخطط له في اتجاهين، اتجاه الحسم العسكري، والآن أرى أن المعركة تثير بشكل جيد. في صباح اليوم هجمت قوات الميليشيا الدعم السريع المتمردة على قوات المسلحة الدفاعات المتقدمة في الفاشر، وقامت بصد هذه القوات المكونة من 115 عربة، وكبدت فيهم خسائر كبيرة تصل إلى 150 قتيل، واستولت منهم على سيارات ومتحركات وكذا. وبالتالي الآن القوات المسلحة تمتلك كل زمام المبادرة، سواء كان في الفاشر أو في النيل الأبيض أو في سنار أو الخرطوم. هناك عمليات نشطة تتحرك القوات المسلحة بصورة جيدة ونحو تحقيق أهدافها، وأرى في ذلك تقدم ممتاز. كذلك الأمر هناك محور دبلوماسي بدأ منذ فترة، منذ أن بدأت الاتصالات الأمريكية بما يسمى بمنبر جنيف، ونرى قبل يومين أن الوفد السوداني قد تحرك إلى جدة وفق توفيض محدد، وأعتقد أن هذا التوفيض يعني فقط القصد منه يعني التأكيد على ما تم الاتفاق بشأنه سابقا في منبر جدة، حتى بعد ذلك يحدد ما يعني سيتمخض عنه حال، هل سيذهب الوفد إلى جنيف أم من عدمه. يعني في المنحى العسكري، ما الحد الذي وصل إليه الجيش يجعلنا نقول بأن له الغلبة وله ربما اليد الطولة في فرض ما يريد على الدعم السريع؟ هل تغير فعلا المشهد بشكل جذري على الأرض مما يعطي هذه القوة أو الأوراق للجيش كعملية تفاوضية؟ نعم، هنالك تفوق للقوات المسلحة. القوات المسلحة لديها منظومة قيادة وسيطرة واضحة جدا، تقوم بعمل واضح للعيان، وتتقدم كل يوم يعني عشرات الكيلومترات، سواء كان في العاصمة المثلثة في اندرمان، وهنالك حالة استقرار في الناحية الغربية من اندرمان وبحري وشرق النيل. في الوقت الذي تقوم به قوات الميليشيا المتمردة بقصف المواقع المدنية والمحال التجارية والمستشفيات ومراكز الإيواء، وبالأمس غزفت على مستشفى الدايات بعد أن تم تأهيله في الأيام الماضية، وهذا هو المستشفى المتخصص الوحيد في الخرطوم للولادة. وبالتالي يعني هذا هو مشهد بالنسبة للدعم السريع. أما القوات المسلحة في كل المحاور الآن تتقدم. كانت قوات الدعم السريع يعني في السابق بأعداد كبيرة جدا، أفقدتها الآن السيطرة تمام على القوات، وبالتالي يعني عدد كبير من القادة يعني حذفوا في هذه المعارك. حتى هذه اللحظة لم توجد يعني قيادة وسيطرة لهذه الميليشيا. القائد الميليشيا غائبا لا يعلم حتى لهذه اللحظة من الأحياء أو الأموات، ونائبه عبد الرحيم دقلو أيضا هو غير موجود. وبالتالي هنالك توجه من عمليات أي عمليات الدخول سلام مع هذه الميليشيا، لأن القائد الثاني عبد الرحيم دقلو هو الآن يعني مطالب إذا لم يكن يعرف إذا كان ميتا أو حيا. أنت تتحدث هنا عن السيد حمدتي، يعني شهدناه منذ شهور كان له زيارة حتى هذه اللحظة سفريات. حتى هذا نعم، يعني هنالك شكوك في الشخص الذي ظهر أنه حمدتي لعدمه، يعني حتى هذه اللحظة يعني نعم هنالك شكوك، يعني حتى الآن لا يعلم أن هذا حمدتي أم غيره، هو شبيه له. هذا الجدل دار زمن طويل جدا، لأن حمدتي معروف لنا يعني بلهجته وبكذا، فهنالك من يشكك في أن حمدتي غير موجود، وهنالك من يؤكد حتى هذه اللحظة. يعني عشرات الناس حتى من غارب المدعو حمدتي أكدوا على اختفائه تماما عن الساحة، غير موجود تماما. وبالتالي يعني ليس من عادة حمدتي، نعرف عنه أنه يتحدث كل مرة وله لهجة معينة، فاختفائه طول هذه الفترة وظهوره فقط في مرابط محددة يؤكد على أنه غير موجود تماما. هنالك مؤتمر صحفي كان قد تم الإعلان عنه في نيروبي، وللأسف الشديد تم يعني إلغاؤه. سبق أن تم يعني هنالك تنسيق بين السيد الرئيس عبد الفتاح برهان للالتقاء بحمدتي في جيبوتي، ولكنه اعتذر منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك حمدتي حتى الآن، وبالنسبة لنا ميت حتى نراه مرة أخرى. وهذا ليس رأي أنا، إنما كل رأي السودانيين والمراقبين في هذا الشأن. وكقارئ للمشهد العسكري، يفترض قبل كل التفاوضات أو المفاوضات يكون هناك نوع من السخونة في المشهد العسكري. هل تتوقع في الأيام القادمة وقبل العودة للتفاوض المرتقبة أن يكون هناك شدة في المعارك على الأرض في السودان؟
نعم أتوقع ذلك. القوات المسلحة بطبيعة حالها تمضي لم تتوقف ولم يعني فقط تنشط مع التفاوض وغيره، هي ماضية في برنامجها، لديها خطة واضحة من القيادة العامة ومن رأس الأركان ومن هيئة القيادة والسيطرة، تمضي في هذه الخطة وتنفذها بشكل واضح، ونرى هنالك تقدم. أرى أنا وأرى المراقبون المحللين كلهم أن هناك تقدم لهذه القوات. القوات إذا ما أجرينا مقارنة سريعة، هو هذه القوات في البداية كانت تهاجم كل يوم وكان لديها يعني مؤن ولديها، ولكن الآن قلت الهجمات للدعم السريع وأصبحت غير يعني مجموعات بسيطة يعني متفرقة تقاتل في جدر معزولة عن بعضها البعض، في مدني تقاتل يعني في مدني فقط ولا في دارفور، وفي دارفور لم يكن هناك عمل في البداية. في بداية الأمر كانت هناك عمليات نشطة وكان هناك قادة يتحدثون ويتحركون، حتى هذه اللحظة لم يكن هناك عمل، إنما نرى فقط قادة القوات المسلحة ونرى هناك تقدم واضح في كل يوم، نرى يعني قواتنا في الفاجر تحقق انتصارات كل يوم. اليوم يا أختي العزيزة عدد القتلى وصل حتى هذه اللحظة 150 قتيل، وقيت على ذلك أنه يعني هذا الهجوم رقم 90 من ما بدأت هذه الحرب. كل يوم هذه القوات تتكبد مئات الأعداد سواء كان في شرق السودان أو في غربه، ولكن حتى الساعة لم يتمكن دكتور كل هذه القوات في نقصان حسم على الأرض. أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة، كنت معنا الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الدكتور جمال الشهيد، شكرا جزيلا. وإلى الولايات المتحدة، حيث قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال خطابه في تجمع انتخابي بمونتانا، قال إن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس أسوأ من جو بايدن وأنها أخفقت كثيرا. إذا لم يستطع بايدن خوض المناظرة كل ما عليه أن يهرب منها، وما زالوا يطلقون عليه أنه عظيم ورجل رائع وذكي وأنه يقوم بأفضل أداء. أقول لكم هذا الآن، بايدن لم يقم بأفضل أداء منذ 25 عاما وهاريس أسوأ منه، بل إن بايدن أذكى منها، ولكن الديمقراطيين ليس لديهم الشجاعة لإبعادها، لا يريدون فعل ما يخالف السياسة، والآن يأتي الإعلام يقول إن هاريس رائعة. وتعهد ترامب بطرد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس من السباق الرئاسي واصفا إياها بالمجنونة. إنها تريد أن تأخذ أسلحتكم، هل يعجبكم ذلك؟ حسنا، ماذا عن هذا أيضا؟ إنها تريد سحب التمويل من الشرطة، هل أنتم موافقون على ذلك؟ إنها تريد السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى حدودنا، لا أعتقد أن هذا يناسبكم، إنه ليس مناسبا لي أيضا، بل إنه ليس مناسبا لمعظم الناس في هذا البلد. سنطرد هاريس المجنونة وسنخرج بايدن من البيت الأبيض. من جهتها هاجمت هاريس ترامب بخصوص ملف الهجرة، حيث قالت إن ترامب ليس لديه أي مصلحة أو رغبة في اتخاذ إجراءات لتحسين نظام الهجرة الأمريكي. وخلال تجمع لها في ولاية أريزونا، أشارت إلى أن ترامب لا يريد حل هذه المشكلة، وبأنه أمر بعض البرلمانيين الجمهوريين بعدم التصويت لصالح مشروع قانون حول ملف الهجرة في وقت سابق. من واشنطن ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور إدموند غريب، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور إدموند. بداية، هل يخرج هذا التلاسن إذا صح التعبير ما بين ترامب وكامالا هاريس، هل يخرج عن السياق المعتاد فيما يحدث بالمناظرات ما بين المرشحين للرئاسة الأمريكية؟ لا يختلف كثيرا، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الطريقة التي يتعامل بها الرئيس السابق ترامب مع خصومه السياسيين، إن كانوا إذا نظرنا إلى الحملة الانتخابية في 2020 أو 2016 حتى مع عدد من المرشحين الجمهوريين. ولذلك فإن أحد النقاط التي تظهر بأن هناك انتقادات إلى حد ما لترامب هو أنه لا يظهر احترام كافي للطرف الآخر أو للأشخاص الآخرين، ولكن هناك من يعتقد أن هذا الأسلوب هذا هو أسلوب ترامب، هذه هي الطريقة التي يتحدث بها، ورب طبعا هو يعبر أو يعكس الخلفية التي يأتي منها، وخاصة في مدينة في بروكلين في مدينة في نيويورك. ولذلك فإنها لا
ليست بالتأثير لها هذا التأثير الكبير، ولكنها إذا استمرت فعلا وبدأ الناخبين ينظروا إليها على أنها تظهر بأن الرئيس السابق لا يركز على القضايا الأساسية التي يهتم بها، بل يوجه اتهامات وانتقادات لمنافسته، فإن هذا قد يأتي ببعض التداعيات أو النتائج العكسية. ولذلك أعتقد أننا نحن الآن نمر بمرحلة أو بأسبوعين أو ثلاثة سنرى فيهما الكثير من التقلبات، وهذا قد انعكس في آخر استطلاعات الرأي التي تحدثت عنها أو نيويورك تايمز اليوم، والتي قامت بها هي الصحيفة مع كلية سيانا، وأظهرت هذه الاستطلاعات بأن في ثلاث ولايات مهمة جدا وهي ولايات متأرجحة، مثلا في ولاية ميشيغان، بينما كان قبل تنحي الرئيس السابق الرئيس بايدن، فأن ترامب كان يتقدم على بايدن، ولكن حسب الاستطلاعات الأخيرة التي اليوم رأيناها 46% يدعم ترامب، بينما 50% يدعم هاريس في ولاية ميشيغان. نفس الأرقام في ولايتي ويسكونسن وفي أيضا ولاية بنسلفانيا. طيب، ما النقاط القوية التي تملكها كامالا هاريس وغير تنحي بايدن؟ ما الذي يخسر أو يخسر ترامب بعض الأصوات وبعض المناصرين؟ ما الذي يعطيها ربما أوراق قوة أمامه؟ فعلا أحد الأمور أولا أنها هي استطاعت حتى الآن أن توحد الحزب الديمقراطي حولها، وخاصة أن بايدن كان قد بدأ يتراجع كثيرا في الأسابيع والأشهر الأخيرة الماضية. المسألة الأخرى هي أنها بدأت تركز الآن على القضايا التي تعتقد أن المواطنين الأمريكيين يهتموا بها، ومن بينها مثلا بعض القضايا التي تهم النساء، خاصة موضوع الإجهاض مثلا، في موضوع مواضيع أخرى تتعلق بعملية إعادة البناء البنى التحتية في الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من أن هذا التقدم الذي تظهره هاريس الآن، إلا أن ترامب لا يزال هو الذي يظهر حسب استطلاعات الناخبين المتوقع أن يدلوا بأصواتهم، لا يزال هو يتقدم في نقطتين مهمتين، وعلى هاريس إذا أرادت أن تفوز أن تحقق بعض التقدم في هذين الأمرين. الأول هو موضوع الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة. ترامب هذه إحدى الأوراق القوية له، وهو يحاول استغلالها ويوجه اتهامات لهاريس بأنها كانت ضعيفة في التعامل مع هذا الموضوع عندما كانت نائبة للرئيس، وقبل ذلك حتى عندما كانت مدعية عامة في كاليفورنيا. الموضوع الآخر هو موضوع الاقتصاد وارتفاع الأسعار والتضخم. هذين الموضوعين أعتقد أنها تحتاج إلى أن تقوم بتحركات فعالة وأن تقدم برامج تستطيع إقناع الناخبين بها لكي تحقق تقدم على ترامب بالنسبة لهذين الموضوعين. هذه ملفات داخلية. باختصار، ما الملفات الخارجية التي من الممكن أن تكون كأوراق رابحة بيد كلا الطرفين، من الممكن أن يتم استخدامها؟ ترامب يقول أنه هو أولاً سيبقي الولايات المتحدة خارج الحروب، ولكن في نفس الوقت نسمع منه أحياناً ومن نائبه المرشح لمنصب نائب الرئيس السناتور فانس بأنه سيدعم إسرائيل بقوة. ولكن يبدو أن حتى الآن أن هاريس لم تستفيد من هذه النقطة فيما يتعلق على موضوع غزة مثلا. عندما تحدثت كانت تتحدث في ولاية ميشيغان، كان هناك مظاهرة ومقاطعة لها من عدد من المحتجين الذين أرادوا معرفة موقفها فيما يتعلق بغزة، وهل هي ستقوم فعلا بالعمل على وقف القتال والضغط على إسرائيل. وهذه مهمة في بعض الولايات مثل مينيسوتا ومثل ميشيغان التي هي من الولايات المتأرجحة والتي يمكن أن تحقق الفوز أو الفشل بالنسبة للمرشح الرئاسي. شكرا جزيلا. من واشنطن كنت معنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور إدموند غريب. شكرا.
أعلن الجيش الروسي أنه لا يزال يقاتل القوات الأوكرانية في منطقة كارسك الغربية بعد 5 أيام من توغلها المفاجئ. وأكدت وزارة الدفاع الروسية مواصلة قواتها لصد محاولة الجيش الأوكراني التوغل عبر الحدود، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران والمدفعية لضرب القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية داخل الأراضي الروسية. ردا على ظهور دبابات ألمانية في مقاطعة كارسك، هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بوصول الدبابات الروسية إلى برلين. المسؤول الروسي كان يتحدث عن دور الدبابات الألمانية في معركة كارسك التي تسببت في خسائر جسيمة لروسيا، وقال ميدفيديف إن الدبابات الروسية قد تصل إلى ساحة الجمهورية أمام مبنى الرايخستاغ، أي مبنى البرلمان الألماني السابق. من جهتها أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار. وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي إن استخدام أوكرانيا لمختلف الأسلحة المقدمة من واشنطن متوافق مع سياسات الإدارة الأمريكية. عملية كييف العسكرية داخل أراضي الاتحاد الروسي استغلت نقاط ضعف الجيش الروسي في محاكاة لاجتياح الروس لمنطقة خاركيف الأخير. تشير الأنباء إلى أن تشير إلى سيطرة الأوكرانيين على مساحة 155 كيلومترا مربعا في منطقة كورسك. تعود كييف لاستلام زمام المبادرة بعد تراجع شهدته الجبهة في منطقتي دونيتسك وخاركيف. هذه المرة فاجأ الجيش الاتحاد الروسي باختراق حدود دولته في منطقة كورسك، مخترقة خطين دفاعيين للجيش الروسي. تتقدم القوات الأوكرانية لليوم الثالث على التوالي فارضة سيطرتها على أكثر من 15 بلدة، كما أفاد أحد مستشاري الرئيس الأوكراني في تقارير صحفية عن سيطرة القوات الأوكرانية على محطة تحويل الغاز المسؤولة عن نقل الغاز إلى أوروبا في منطقة سوجا. عنصر المفاجأة كان عاملا حاسما مكن القوات الأوكرانية من الوصول إلى تخوم مدينة سوجا التي تبعد 15 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية. وتواصل القوات الأوكرانية بناء الخدمات اللوجستية بالقرب من سوجا، كما عززت الدفاع الجوي على الحدود مع منطقة كورسك لمحاولة السيطرة على السماء، خطوة وصفت بالجريئة في إطار سعي الجيش الأوكراني إلى تدمير تعزيزات الجيش الروسي داخل أراضيه. تتبع السلطات الأوكرانية والجيش استراتيجية الصمت الصارم إزاء أهدافها من العملية داخل أراضي الاتحاد الروسي. تدفع القيادة العسكرية في روسيا بمزيد من قواتها نحو مقاطعة كورسك وتحديدا إلى منطقة سوجا الحدودية لضرب نقاط تموضع الآليات العسكرية الأوكرانية، خطوة كان لابد منها على خلفية دخول قوات كييف بضعة كيلومترات في الأراضي الروسية حسب رواية موسكو، تدعمها ضربات جوية من مقاتلات سخوي 34 ومروحيات وآليات المدفعية والمسيرات. حسب ما تقول وزارة الدفاع الروسية، تم إيقاف تقدم القوات الأوكرانية في العمق الروسي خلال الساعات 24 الأولى من بدء عملية كييف. بيان دفاع موسكو تحدث عن تكبيد القوات الأوكرانية، خسائر في الأرواح والعتاد في 4 مناطق حدودية. الرئيس الشيشاني رمضان قاديرف الذي وصلت قواته إلى كورسك مساء 6 من الشهر الجاري وعد بتحقيق نتائج جيدة خلال 2 أو 3 اعتبارا من الجمعة، الشيء الذي سيكون رهن نتائج معركة كورسك، وخاصة في ظل موجة الإجلاء من المناطق الروسية الحدودية ووجود محطة كورسك النووية في المنطقة. بهذا أتي وإياكم لختام هذه الساعة الإخبارية، أعود وألتقي معكم على رأس الساعة المقبلة، فتفضلوا بالبقاء معنا. إلى اللقاء.